ارخص حاجه يقدروا يمشوا بيها في الشارع. سكوتر الكهرباء ان انت هتمشي بيه في الشارع زيك زي العجله بالظبط، انت مش هتمشي ولا بورق ولا بتراخيص ولا بزيوت ولا بنزين ولا اي حاجه. الحمد لله معرض ايزي بايكر قدر يوفر تشكيله كبيره جدا جدا. سكوترات الكهرباء تبدا من 13,500. طيب معانا واحد النهارده من اكتر السكوترات العمليه. ليه؟ لان انا بحب اصلا السكوترات دايما اللي هي شبه سكوترات البنزين اللي هي ايه، فئه كامله، سكوتر كامل انت قاعد عليه براحتك. ده 1200 واط البطاريه بتاعته، ده يعتبر اقل واحد فيهم، عشان كده سعره 23,000 جنيه في كل تشكيله تحوى. السكوتر ده بيمشي بسرعه كام؟ يمشي سرعه 45 كيلو، بيمشي الفردين. والفكره ان السكوترات دي بتمشي السرعه بتاعتها دي حقيقيه 100% لو انت حتى راكب اتنين ولو اتنين مليانين. دي الانوار بتاعته. طيب في طبعا اشارات وبيطلع اصوات بسيطه كده. طبعا هنا حرف البي باركنج، مهما دوست بنزين او دوست يعني كهرباء مش هيعمل اي حاجه، لازم افك البي دي الباركنج بضغطه فرامل كده خلاص هو انطلق. طبعا هيجيب معانا السرعه بتاعته.